الرجاء استقر يدوا سانستالي دون لا بيرفورمانس سبورتيف. الرجاء خلقت من اجل انها تبقى في الرياضه وتستمر فيها. تقدر يوقع واحد ديكليك ديال سنه ولا سنتين، موسم ولا موسمين، لكن ديما الرجاء تبقى في الاكسيلونس سبورتيف. الحمد لله الرجاء راه ما غابش على الالقاب في هذه العشر سنوات ولا في العشرين سنه الماضيه، ولكن فاش كتقول تشامبيونز ليغ اكثر من 20 سنه ما كاينش الرجاء ولا ما كضروش هذه القضيه في قلبه. فاش كتقول البطوله مره ربع سنين كنمشيو بطوله ربع سنين كضرنا شويه في قلبنا. دوك من الاهداف ديالنا هذا الموسم هذا هو اننا الفريق الاول يستقر واحد لو نيفو ديال لا بيرفورمانس سبورتيف اللي تخلينا نكونوا ابطال المغرب مؤهلين للعصبه. وفي العصبه حنا عارفين ما خصنيش نزيد عاوتاني بشي حوايج اللي يقول لك السيد هذا صافي لونطون ما لعبتيش العصبه بغيتي تجي بغيتي تاخذها هذا العام. انا عارف تاخديتي ستاتيستيك ديال العصبه خصك تلعب عام عامين باش تقدر دير العصبه. ما بين كتستانس ما بين كتعدى العام الاخر هذا هو هذا الشيء اللي كاين تاخذ جميعا. حنا العام تنقولوا باننا خصنا نشتغلوا على صعيد البطوله الوطنيه باش نكونوا حاضرين العام الجاي ان شاء الله في العصبه. مي راه لا اخفيكم باننا لاعبين كذلك باش نكونوا هذا العام ابطال ديال افريقيا باذن الله.